خلونا كمان نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ عمر مصطفى، رئيس وحده متحف السادات في مكتبه الاسكندريه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذه مها، واهلا بالساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير بمناسبه شهر انتصارات اكتوبر. خلينا نقول مبروك عليكم التمثال الجميل ده، هديه جميله، والتمثال احنا شايفين صورته حقيقي جميل ومعمول باتقان شديد، وفي فن وفي يعني تمكن. الموضوع جه ازاي؟ يعني ازاي تم يعني ازاي وصل لكم الفنان محمود الشاذلي، وازاي تم التواصل؟ ويعني انا عايز اعرف الواقعه نفسها او الحدوته ورا الموضوع. أولا الله يبارك فيكي، فعلا التمثال من أحلى الهدايا اللي جت لمتحف السادات خلال السنين الماضية. متحف السادات في مكتبة اسكندرية ابتدى في فبراير 2009، احنا السنة دي فبراير 2019 احتفلنا بمرور 10 سنوات على إنشائه. أما فيما يخص موضوع التمثال، فمحمود الشاذلي أو محمود أحمد كان الفنان، يعني انا بسميه الفنان، هو طبعا لسه طالب بس انا بسميه الفنان الحقيقه. طبعا الحقيقه هو كان في شهر 4 اللي فات كان نزل نموذج مبدئي، او اتعمل معاه لقاء صحفي عن نموذج مبدئي لتمثال الرئيس السادات، تمثال رائع كان في بدايته بالطين الاسواني. كان منزله في المصري اليوم واليوم السابع، نزل معاه يعني كذا خبر وكذا تقرير صحفي، وقال ان هو نفسه ان هذا التمثال يهدى الى متحف السادات في مكتبه الاسكندريه. الحقيقه انا شفت الخبر وشفت الصوره زي كل الناس، لكن ما تعاملتش معاه زي كل الناس. الحقيقه انا دورت على محمود عشان اقدر ان انا اوصل له. الحقيقه ان شبكات التواصل الاجتماعي النهارده بتلعب دور كبير جدا، ان هي بتوصلنا ببعض حتى لو احنا اشخاص موجودين في قارات تانيه، فالفيسبوك بيكون فرصة كويسة ان احنا نتواصل مع بعض. دي اكيد دورت من عليه على الايجابيات طبعا. يعني حضرتك رحت تدور عليه، خلاص قريت عنه فرحت تدور خلاص عليه على الفيسبوك. بالظبط، دورت عليه على الفيسبوك لغاية ما لقيته وعرفته بنفسي، ويعني قال لي انا لسه، انا كنت طبعا يعني انا ماليش خبرة قوي او دراية فنية بالاعمال الفنية، قال لي لا التمثال لسه في مراحله الاولى، في مرحلة يعني شغال بالطين لكن هو لم ينتهي للنهاية. طيب ايه الدنيا بالنسبة لك؟ قال لي طب يعني سيبني شوية على اساس ان انا اخلصه. وبعدين بعد كده كان في شوية مشاكل تتعلق بتمويل التمثال، ونظرا لان احنا في محافظات مختلفة وبعاد عن بعض، ف يعني كان من الافضل ان يكون في راعي للتمثال من المحافظة اللي هو موجود فيها. ربنا كرمه الحقيقه، يعني ما حدش تدخل في هذا الامر، ربنا كرمه ان في شركه في اسيوط، شركه مشهوره جدا، قررت ان هي تدعم محمود في عمله في التمثال عشان يطلع بالشكل اللائق. وبالفعل الشركة دي أبدت استجابتها بناء عن طلب من حضرتك، ولا سمعت عن الموضوع إزاي؟ لا الحقيقه هو كان بيدور على، يعني كان بيتكلم مع حد وكان يعني محتاج ان حد يبقى سبونسر للموضوع او راعي بالظبط للموضوع. بالظبط. يعني انا ممكن اقول اسم الشركه، هي شركه حكومه مش شركه خاصه، لا هي يبقى شركه أقول اسمنت طبعا اسيوط، هي شركه اسمنت اسيوط في محافظه اسيوط، وقررت ان هي بنوجه لها ترعى التحية معاها. مبدئيا. اه طبعا 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 نوجه لها التحيه، ويا ريت كل الشركات يعني تاخد نفس النهج، ان هي طبعا تدعم الشباب اللي عنده افكار مبدعه ان هي صحيح توصله للاستيب اللي بعد كده. وده اللي حصل من الشركه مع محمود، ان هي دعمته. الحقيقه لو كان في حد من طرفهم كان هيتكلم برضو باستفاضه اكتر عن دورهم، لكن انا برضو احب اوجه لهم التحيه. وانتهى محمود من التمثال في شهر تقريبا اغسطس، وتواصل معايا انه تم. الحقيقه انا كنت معاه في كل مرحله بيعملها، وكنت متابع معاه، وكان شرف ليا الحقيقه. انا مش عايز اقول، مش عايز ادعي حاجه، لكن ده كان شرف ليا انا ان انا بكلمه يعني وبتواصل التمثال معاه. دلوقتي خلاص في العرض العام للجمهور. التمثال، لا احنا التمثال دلوقتي داخل المكتبه، هو دلوقتي هياخد دوره في العرض في داخل متحف السادات، ويقدر الناس ان هم يطلعوا عليه خلال الفتره اللي جايه داخل متحف السادات. لكن زي ما حضرتك انا مش الفترة اللي جاية هتوصل، دي اللي هو في خلال قد ايه؟ ممكن في خلال الاسبوع الجاي. طب هايل، ده قريب جدا يعني. يعني خلاص التمثال قريب يعتبر جدا جاهز للعرض تماما. يعني تماما تماما، احنا بس
يعني ان شاء الله نجهز له مكان كويس كده ويعرض فيه التمثال. فطبعا كانت زيارته لينا محمود، كانت زيارته لينا يوم 8 اكتوبر اللي هو يوم الثلاث اللي فات، وطبعا رحله شاقه جدا، 8 ساعات من اسيوط و8 ساعات تاني راجع، وجي وسلم التمثال للمتحف وتصورنا معاه وكنا سعداء بيه جدا، لان العمل بصراحه يعني كل اللي شافه اجمع انه يعني تقريبا نسخه طبق الاصل من صوره الرئيس الراحل انور السادات. اللي انا عايز اقوله اتفضل. اللي انا عايز اقوله حاجه مهمه جدا نتعلمها من القصه دي، انه يا جماعه في حاجات كتير حلوه قوي في حياتنا ممكن ان احنا نعملها، صحيح، وممكن ان احنا نلتفت اليها. صحيح. حبنا لحاجه، الحب ده ممكن يوصلنا لحاجه تانية، ان احنا نعمل حاجه او نشتغل على حاجه او صح. نشتغل على مشروع ما صح. او نشتغل على فكره ما ونطلعها، ما نقولش لا الطريق طويل، ما نقولش لا المكان صح. بعيد، ما نقولش لا احنا صح. مش قادرين الموضوع صعب، احنا بس ننوي نيه كده خير ونشتغل بجد وهنلاقي، بس ناخد خطوه. محمود خد خطوه، طبعا خد خطوه ووصل، يعني خد خطوه ودور، صحيح، وبعد كده في حد جه ساعده، وبعد كده في طبعا لغايه ما وصل للي هو الهدف اللي هو كان نفسه فيه. يعني محمود انا بقول ده نموذج لحاجه يعني كفاح في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، مش بجيب لك قصه من زمان بعيد، لا ده حاجه لسه اهو، صحيح، يعني لسه من 3 4 شهور كان حلم وبعد كده تحول لحقيقه. فلا احنا ممكن نعمل كتير قوي، ممكن نعمل كتير قوي، بس احنا ناخد ستيب ونوري الناس ان احنا نقدر نعمل حاجه، ونعلم الناس ازاي او الشباب ازاي ان هو يقدر يجيب راعي، ازاي ان هو يقدر يجيب حد يرعاه، ازاي صحيح، ان ممكن الناس يقتنعوا بفكرته لو كانت ذات جدوى او فيها جديه صحيح. او فيها تعب او فيها مجهود. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عمر مصطفى، رئيس وحده متحف السادات في مكتبه الاسكندريه، وبنحييك على اهتمامك.